السلام عليكم. الموضوع اللي بدي احكي فيه بصراحة مهم جدا. موضوع اطفالنا اولادنا. بكفي نعطي اولادنا شيبس وعصير. هداك اليوم كنت في مكان بتتطلب ان الواحد يقعد وينتظر. فانا كنت منتظر وكان في اختين معايا منتظروا في نفس المنطقة. اثنين معاهم اطفال والاطفال اعمارهم لا تتجاوز 3 سنوات ال4 سنوات. وكل واحدة معطية ابنها أو بنتها عصير وشيبس وقاعدين بياكلوا. طبعا إحنا عارفين خطورة هاي المواد على أسنان أطفالنا. أسنان أطفالنا بتسوس بشكل كبير وبتألموا وبتوجعوا. والسبب شو هو؟ إنه إحنا بدنا نطعميهم لما بدنا نسليهم، لما بدنا إياهم يقعدوا ساكتين بنعطيهم هيك شغلات يقعدوا يتسلوا فيها، وساعتها بتخرب أسنانهم. لما يقعد الولد يعيط عشان ما جبت له شيبس وعصير وما جبت له اللي بده إياه، خليه يعيط مش مشكلة، حاول تفهمه، حاول تشرح له، بس لا ترد عليه. لأنه صدقني العياط اللي بيجي من الألم وعدم نوم الليالي من الألم أكيد أكبر بكتير، أصلا ما حينيمك. فخليه، لا تخليه قاعد عشان أنت تلهيه عنك تخليه تجيب له هاي الشغلات، لأنه ضررها أكبر بكتير من أنه يقعد يوجع راسك ال5 دقائق أو هالنص ساعة. لما الطفل يتألم بسبب تسوس في أسنانه، إحنا كأطباء بنكونش عارفين شو بدنا نعمل له عشان نشيل الألم. بنحتاج لإجراءات كبيرة، وأحيانا نضطر نستعمال الجهاز اللي بنسميه هذا التخدير أو الغاز الضاحك. مرات بيزبط ومرات ما بيزبط، بس في الآخر طفلك واللي حيتألم، ابنك حيتوجع. والسبب الأغذية اللي بنعطيه إياها من شيبس وعصير عشان يقعد عاقل وما يسوي الناس إحنا مشاكل. الحقيقة أنا بطلب منكم أنكم تحاولوا تخلوا أولادكم يتعودوا على الأكلات الثانية. يعني حاولوا فهموهم، هم لسه أطفال ما بيعرفوا أنه هذا مضر. الآن أنتم بدكم تفهموهم أنه ما تقربوا لهم، ما تحاولوا تجيبوا لهم هيك شغلات. حاولوا تجيبوا لهم خيار، جزر، قطعوه بشكل جميل، حطوا عليه شوية شغلات عشان الولد لما يكون قاعد تعطوا له إياه يضل يأكله ويتسلى فيه، أحسن ما أنتم تعطوه الشغلات سواء شيبس أو عصير أو مشروبات غازية. لأنه فعلا أسنانهم حتسوس وأسنانهم كتير حتتضرر وصحتهم العامة حتتضرر. أرجو أنه الكل يرد على النصيحة، وأولادكم أمانة، فرجاء ديروا بالكم على صحتهم. شكرا لكم.